اوكي السلام عليكم اه حنبدا ان شاء الله بتاعنا ان شاء الله اليوم آه، اول حاجة في البدايه يعني اقول آه، آه، صراحه مع اوضاعنا في السودان مع الاوضاع المؤسفه جدا الحاصلة في السودان الشخص جدا يعني متاثر بالاوضاع لكن بنحاول آه، قدر الامكان نعمل تغيير على المستوى اللي نقدر عليه لأن الأوضاع الآن في السودان بقت مأساوية جدا جدا أو بشكل كارثي جدا في حاجات حاصلة الآن في دولتنا وللأسف الحياة اللي حاصلة الآن في الدولة هي, هي حياة كارثية جدا هي الحرب من مادة تأثير ممكن يكون في الجواز السوداني الباور بتاعت السودانيين في الريسيرش اكتيفيتيز في البحوث العلميه في المؤتمرات العلميه النسبه بتاعت القبول ذاته بتاعت الان في الوضع الراهن هتلقى الناس كلها متخوفه من الشخص اللي تكون من السودان عشان دوله بتاعت فيها حرب في نفس اللحظه بتكون في خوف انه الفيزا والاجراءات والحاجات كلها يعني بيكون في مخاوف كثيره جدا جدا نحاول قدر الامكان نحاول نتناقش فيها زي ما نقول نعمل جلسه بتاعت ونسه جلسه علميه او فكريه كده الناس تتفاكر كيف تقدر تحاول تشوف الاشكاليات حلوه شنو هو بالرغم من الكلام اللي بنقوله ده كله احنا الان مر علينا كلنا عارفين الوضع الحاصل في السودان الان آه يعني نزل ربنا سبحانه وتعالى يعني يرفع البلاء والوباء من السودان ان شاء الله وان شاء الله رب سبحانه وتعالى يجعل اخر الاحزان واخر الكوارث اللي تمر على السودان ان شاء الله آه بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ إن شاء الله في اللايف بتاعنا بشكل سريع جداً آه اليوم إحنا فكرتنا زي ما قلت بكل بساطة فرصة بتاعت المؤتمرات العلمية العالمية كيف آه ال ال أهمية الحضور المؤتمرات آه الآن في ميزات كثير جداً في حضورها كيف تجد المجال الخاص بك في المؤتمر آه كيف تستخدم محركات البحث عشان تلقى المؤتمرات اللي أنت محتاجة بالضبط وفي نفس اللحظة استخدام الشبكات الأكاديمية لأنه أي آه مجال مختلف عنده زي ما بقولوا مجموع جمعيات علمية أو زي منصات علمية في المجالات المختلفة كيف نقدر نلقاها وكيف نقدر نستفيد منها عشان نقدر نعرف كل الجديد في الطبق أو حتى نحن الانترست بتاعنا في نفس اللحظة الدعوة بتاعت التقديم الورق اللي بيعمل الكونفرنس حنخش لنا كم كونفرنس نشوف الشاتين كيف يحصل كيف بيحصل الدعوة بتحصل كيف وهم حاجة في الدعوة المفروض أقرأها وكيف اقدر اعمل اقيم المؤتمر وفي النهايه تسجيل التحضير للمؤتمر كيف وفي النهايه نعمل نفتح فرصه اسئله فرصه عامه للناس تتناقش فيها وبعدين يكون في اسئله واجوبه ان شاء الله مع الجميع ان شاء الله بسم الله نبدا ان شاء الله هي طبعا للاسف انا معظم الحوار بتاعي حتكلم بالانجليزي سوري حتى بالانجليزي لكن حتكلم انجليزي بتكلم بالعربي لأنه معظم الأسماء الكونفرنس الكونفرنس معظم أسماء الويب سايت معظم الحاجات دي صراحة لقيت أسماء بالإنجليزي وكتعربها وشلت الاسم بالعربي بحثت بجوجل في, في جوجل ما بلقى الحاجات دايرانا فعشان كده كنت أكتب لكم بالإنجليزي وأشرح لكم بالعربي لأنه للأسف معظم الحاجات مكتوبة بالإنجليزي وكتبحث بالعربي بتديك نتائج مختلفة عشان كده أنا حكتب بالإنجليزي لكن هشرح لكم كل التفاصيل بالعربي وهنترجم الكلام كل التفاصيل لكن نتمنى انه الناس بعدين وقت تبحث تبحث باللغه الانجليزيه أه بجد هتفرق كثير جدا في البحث لانه جوجل سكولر أه او وات طيب ايفر اللي تبحث فيها في جوجل حتلقاه انه بالانجليزي لك الحين انت عاوز بالضبط اما باللغه العربيه ممكن تلقى الحاجه اللي انت مع يعني تلقاها بصعوبه جدا فانا نصيحتي هنتكلم بل... هنكتب الكلام كله باللغه الانجليزيه وهنشرح باللغه العربيه ان شاء الله في البداية احنا لازم نخط لنا زي ما أهم حاجات أنت اللي بتحضر المؤتمر صراحة من أكثر الحاجات المهمة جدا في حضور المؤتمر أن تعمل نتويرك تعمل شبكة بتاعت معارف يعني الليلة مثلا أنا شبكة المعارف دي معناتها شنو؟ معناتها أنا نفتح الكاميرا أنا محتاج أربط نفسي مع مجموعة من نفس المجال بتاعي نفس التخصص بتاعي تمام؟ عشان ألقى الناس نفس التخصص بتاعي أو الانترست بتاعي أنا لازم أمشي المؤتمرات أو المناطق اللي بتواجد فيها فبناء النتوير هي صراحة أهم ميزة الآن حاصلة في المؤتمرات هو بناء النتوير لأنها حتفيدك بعدين في الشغل تبحث تقدم على الوظائف في الركومنديشن في المعائل حتبنى لك شبكة قوية جدا وغير كده تمشي أي دولة قوية جدا تكون أنت عندك مشاركات في المؤتمرات الكبيرة يعني يكون في آه يعني تغيير كبير جدا في انك آه القبول بتاعك هيكون آه يعني في حاجه كثير جدا في المنح الدراسيه آه مثلا ثاني في الوظائف المؤتمرات بالذات اهم من الجورنال في الوظائف انه ال... الوظائف بيحبوا الحياه الهوت الترند الترند دائماً بيكون قاعده في المؤتمرات اما الجورنال يعني الاسبمشن بياخد وقت والحياة دي فهي دائما بتكون ساينتفك اكتر من انها تكون ماشيه على المجال الاكاديمي او المجال الاندستري او المجال العملي اكتر الحياة الثانيه احنا دايرين نعرف الترند في الان في اي مجال اي مجال عشان تعرف الترند بتاعك او الحته الهوت ايشو في المجال بتاعك لازم تمشي المؤتمرات أو على الأقل لو أنت ما قدمت في المؤتمر لازم تكون متابع المؤتمرات الموجودة في الفيلد بتاعك كلها الحاجة اللي بعدها لازم تعرض عملك يعني صراحةً أنا حقول لكم بكل بساطة عندنا مشكلة إحنا كسودانيين أنا واحد منكم برضو يعني المشكلة دي كلنا عندنا إحنا لازم نحاول نحلها هي إحنا كيف نقدر نعمل ماركت لنفسنا يا جماعة إحنا عندنا مشكلة أنا بكون عندي معرفة في راسي وأنت بتكون عندك معرفة براسك لكن وقت نجي نشرح كسودانيين مع بعض بنتونس ونقدر نتكلم ونقدر نعمل اي حاجه بتاعتنا نقدر نشرح لكن وقت اجي في حته كونفرنس انترناشونال او لقاء في ناس خارج السودان ما سودانيين انا بلقى نفسي ما قادر اعرض نفسي او ما بقدر اعرض امكانياتي فلازم تقدر تعمل بريزنت يور وورك كيف تقدر تعمل عرض الامكانيات لشغلك كيف تقدر تعمل ماركت لنفسك يعني اديكم مصطلح بسيط جدا انت انت البضاعه بتاعت نفسك لازم تعمل تسويق لنفسك كيف تعمل تسويق لنفسك بشكل ممتاز جدا فدي واحدة من الحياة الأساسية احنا نتكلم فيها كيف تقدر تعمل تسويق لنفسك في المؤتمرات أو في الورش الكبير جدا لأن انت هتلقي الزور مدة دقيقتين أو ثلاث دقائق كيف أنك تقدر تعرض نفسك بشكل سريع جدا وتقدر تغني على الزور حولك أنك تزور مؤهل في الجوب أو الحتة اللي انت عاوزها الحياة الرابعة والأخيرة وهم شيء آه أنك تلقى أفكار جديدة في المؤتمر دائما بيطرحوا المشاكل الان المواجهه في المجال اللي انت بتتكلم فيه، اي مجال فيه مشاكل حديثه بتتواجه فيها، فالمشاكل دائما بيعملوا آه بيعرضوا المشاكل، بيعرضوا الحياة دي، او ممكن يطرحوا مواضيع انت ممكن تجيك الهام لفكره جديده جدا. فلازم تكون المتابعه بتاعت الكونفرنس ما ضروري انك تكون مشارك بورقه علميه في الكونفرنس، لا، لازم انت تكون مشارك في الكونفرنس على الاقل تحضر الكونفرنس. على الاقل تشوف البرزنتيشنات تشوف البيبرز يعني الكونفرنس ما فكرتها فقط هي مشاركه الكونفرنس لا هي الكونفرنس هي عندها ميزتين انك تكون متابع للترند تاع الكونفرنس ذاته حتى لو ما مشارك فيه آه لازم نحقل عشان كده دي اهميه الحضور المؤتمرات الحاجه اللي بعدها دي اهم حاجه الناس بيسالوني ليها صراحه انا خدت فيها محاذير كتير جدا جدا انا بالذات انه الطلبه بتاعي أه يا احمد انا كيف اقدر اعرف انا مهتم بشنو او مش المهتم بشنو ال الريسيرش اريا انا كيف اعرف الريسيرش اريا بتاعتي صراحه ده سؤال محير جدا جدا لانه صعب جدا تحدد لزول الريسيرش اريا بتاعته بالذات لانه انا التوسع بتاع المجال العلمي ممكن تكون طبيب لكن الاريا بتاعتك مثلا في الريسيرش بتاع الذكاء الاصطناعي انت ممكن تكون بتاع الذكاء الصناعي الريسيرش اريا بتاعتك مثلا في البايو انفورماتيك انت مثلا تكون في الريسيرش اريا او المنطقه البحث بتاعتك هي إيه صراحه بتهتم بي... لازم تحددها انت لكن ايش أنت تحددها؟ ما مر تحددها فقط من آه زي ما بقولوا تكون قاعد تحدد الحي انت اسمك عاجب اسمك عاجبه آه لا لازم تكون تحددها عن طريق آه تقرا بيبرز كثيره في الحته اللي انت داير تعمل لها نشر آه او الحته اللي انت مهتم بيها آه، لازم تكون انت عارف آه، السكيلز بتاعتك، يعني مثلا انت زول صبور، انت زول بتقرا كتير انت زول بتميل من القرايه، آه، انت زول بتحب مثلا الماسماتيك بتحب الماسماتيك الفيزيكس، آه، انت زول بتحب مثلا آه، ال يعني ال اسمه الاناتومي مثلا التشريح وحاجات زي دي، انت مثلا بتحب الـ الـ العلوم بتاعت البرمجه وكذا، انت لازم تعرف نفسك انت انترست في شنو السكيلز بتاعتك شنو؟ للحياة الحاجه الاولى، الثانيه لازم يكون عندك ليست لازم تعمل قائمه بالحياه الهوت الانترست topic فور يو يعني مثلا انا في الكمبيوتر ساينس تمام؟ في الكمبيوتر ساينس انا ما بقدر اقول كمبيوتر ساينس، الكمبيوتر ساينس ده مجال كبير جدا جدا، سوفت وير انجيرنج مجال كبير جدا جدا، لا انا المفروض اقول مثلا في الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي ذاته بقى الان مثلا ارتفيشال انتليجنس، لا ارتفيشال انتليجنس ذاته جواه في قوائم يعني او جو في في مواضيع كثيرة جدا جدا انا كيف اقدر اعمل القائمه بتاعتي بتاعت الانترست بتاعتي او ال ال الانترست الاهتمامي الاهتمامات بتاعتي المواضيع المهتمه بها انا كيف اقدر احددها عشان اقدر احدد الاهتمامات بتاعتي فهي دائما تحضير القائمه دي مهم جدا احنا كسودانيين صراحة من خطة القائمة بتاعتنا جوا راسنا، يعني أي زول بيكون فينا عنده حياة في راسه بيفكر فيها وما بيكتبها. فيا جماعة العلم ده العلم والغلم والغلم هو صيد. والقلم والكتاب والقلم هو القيد له. فالتسجيل للحياة اللي أنت بتفكر فيها أنت كده بتخليك تحتفظ بها أكبر مدة زمنية عشان تقدر تقدر تنجز فيها. فلازم نكون عندنا قائمة بتاعت انترست توبيك على أول الاهتمامات بتاعتي الحاجه الثانيه آه، الكي وورد بتاعتي لازم تحدثي طوالي لانه المجال دائما فيه ديناميك، وانت لازم تحدث نفسك مع الديناميكيه الحاصله في المجالات. الحاجه التال، الرابعه والمهمه جدا صراحه احنا فاقدين نشيد في السودان احنا ما عندنا مونيتري او ما عندنا زور آه، مرشد احنا نقدر نستشيره في المجالات بتاعتنا او ادفايزر يعني دائما بتلقي نفسك عشان تلقى ادفايزر او تلقى دور مختص مثلا في بروفيسورات السودانيين مثلا قاعدين برا السودان او جوا السودان متخصصين في حياة مهمه جدا جدا انا كيف اقدر اتعرف عليهم انا كيف اقدر اعرف نساء زي منه في الحياه الدايره انا آه كيف اقدر اعرف نفسي آه انا عاوز آه كيف يعني القى المونيتور او الادفايزر لي دي كلها احنا المفروض نعمل يعني برين ستور كيف احنا نقدر نعمل نتورك نقدر نتحصل آه، نعمل كرييشن ننشئ شبكه تاع آه، تواصل بين الناس الجداد في الناس اللي يعملوا بحث جديد جداد في البحث العلمي او الناس عندهم بحث علمي كيف نربطهم مع بعض اا آه، آه، ويت ده لا غير اللغه okay. اوكي المهمه جديدة دي الحاله اللي بعدها آه، في يا جماعه في يعني اكزامبلز مثلا ارتفيشال انتليجنس كلايمنج change، الميديكال يعني آآ يعني بكل انواع وانت لازم يعني مثلا bioinformatics، انفورماتيك البايو كذا دي كلها انتر يعني اكزامبلز للريسيرش انترست فالناس المفروض اي زول في مجاله يحددها انا صراحه ما حقدر اعمل اي تحديد ل topic توبيك انترست لانه الناس هنا في مجالات مختلفه تماما لكن آه انا ممكن اعمل سيشن ثانيه عن الذكاء الاصطناعي اذا انت انتريستد للذكاء الاصطناعي ممكن نعمل سيشن الطبق في الذكاء الاصطناعي فقط يعني احنا هنتكلم بس الوقت ده عن الذكاء الاصطناعي المؤتمرات الذكاء الاصطناعي كيف تقدم البيبرز في الذكاء الاصطناعي الطبق الان انترستد ليش واخر ريسيرش 2024 هنتكلم فيها ما هنتكلم 2020 -20 او قبل هنتكلم 2024 2023 2022 عشان الناس تكون على الحياه الهوت ايشو آه، uh, اوكي okay. الحاجه المهمه جدا نتكلم فيها ريسيرش الانجن او محرك البحث انا كيف اقدر القى استخدم محرك البحث اول حاجه نكون في خوض في بالنا ان ثلاث انواع لمحركات البحث النوع الاول لمحركات البحث اوكي okay. النوع الاول لمحركات البحث هو المحرك البحث العام الجنرال زي جوجل بينج ياهو وات ايفر يعني محركات البحث كلنا عارفينها دي محركات البحث العامه دي هي بتسمح لنا ان احنا نبحث فيها كل شيء باختصار يعني دي بتعتمد على السكيلز بتاعتك في البحث تمام فهي بتتح لك كل الامكانيات البحث لكن عامه شديد فانا بنصح استخدامها دائما لكن ممكن تستخدمها تز... تست... يعني في, في الاسئله العامة لكن الأسئلة التخصصية دائما من من أنواع مختلفة دائما لمحركات البحث في نوع ثاني من محركات البحث المحرك العلمي أو الأكاديمي محركات الأكاديمية زي جوجل سكولار مايكروسوفت أكاديميك آه، ريسيرش جيت عن سو اون المحركات أو الويب سايدات اللي بتاع بتساعدك في للبحث العلمي زي جوجل سكولار دي من أكثر الحياة المستخدمة الآن لانه فيها ممكن نكون كل الريسيرش الان دائما بتوجه لجوجل سكولار او مايكروسوفت اكاديميك الريسيرش انجن او محركات البحث المختصه بالاكاديميك بتساعدك ان ما في حاجه غير الاكاديميك يعني ما حد اي كلمه حتكتبها الريزلت بتاعك هيكون بس اكاديميك يعني ما حتلقى الريزلت او ما حتلقى نتائج بتاعت البحث بتاعك عندها علاقه بحاجه ثانيه يعني انت لو كتبت مثلا ارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي في جوجل سكولر هتجيب لك كل البحوث في جوجل في الذكاء الاصطناعي وبيرتب لك ترتيب زمني تقول من 2014 2024 2022 2000 وكذا ده ترتيب مثلا ترتيب بالسايتيشن اكثر جورنال مثلا او جورنال او كونفرنس او ريفيو بيبرز او كذا هنتكلم برضه في التفاصيل دي في تفاصيل ثانيه من انواع الجورنالز والبيبرز والحاجات دي ممكن نتكلم فيها في طبق ثاني الحاجه اللي بعدها اهم حاجه في محركات بحث مختصه في الكونفرنس هنتكلم يعني عنها في في السلايدات اللي جايه هي مثلا زي كونفرنس الارت كونفرنس الارت ده دي زي منبه للكونفرنس او اول كونفرنس دي دي ويب سايت بتخشها بتوريك بس مهمه الكونفرنس بس ما عندها دخل بالجورنال او البيبرز او كذا دي بتوريك الجورنال آه. آه. سوري بتوريك الكونفرنس والكونفرنس بتوريك الكونفرنس ده فيرتشوال اونلاين او كذا او كذا او كذا آه في ثلاث نصائح او اربع نصائح انا هقدمها للناس اللي بتبحث آه كميسار جوجل سكولر آه دائما في جوجل سكولر حاول اعمل كومباين بين الكي وورد يعني انت لو بتهتم بالذكاء الاصطناعي تهتم بالبايو انفورماتيك او بالمجال الطبي لازم تكتب البايو انفورماتيك والمجال الطبي بلس كلمه كونفرنس بلس لازم تكتب الايرز الديت 2024 2022 2023 وات ايفر انت تكتب التاريخ معك. لانه لو ما كتبت التاريخ بيجيب لك حاجات كتير جدا فبنصح دائما تعمل كومباين بين جمع او خ, بين كذا كي في الجمع ده بين الكي ويرد, انا بنصح تستخدم ال, ال 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 يعني and or not or something like this دي الكلمات و او أ, لا دي باللغه البسيطه الحاجه اللي بعدها دائما بنصح دائما تستخدم أ, الدبل كوتيشن الدبل كوتيشن علامه التنصيص في الكلمات المفتاحيه يعني انت مثلا ليلى لو انا بهتم بالماشين ليرنينج فانا في الماشين لازم اعمل دبل كوتيشن او علامه تنصيص لان داير البحث بتاعي يكون بس مركز في الكلمه دي الدبل كوتيشن او علامه التنصيص دي بتدل انه الكلمه دي اي اجابه او نتائج في البحث ده لازم تكون فقط في المتعلقه بالحاية اللي فيها او علامه التنصيص الحاية اللي بعدها أنا بنصح دايما الناس تستفيد من السوشيال ميديا زي الهاشتاج آه في كم هاشتاج كده معروفين الناس تستخدمهم في حاجة اسمها سي اف بي سي اف بي ده كول فور بيبر في هاشتاج تاني اسمه اكاديميك كونفرنس في هاشتاجات كتيرة جدا لكن ديريكتر تو هاشتاج مشهورين آه تمشي تويتر تكتب الهاشتاج ديل بيقوم يوريك كل الكونفرنسات يعني انا اللي انت انترستد لها طبعا تويتر ده ميزته شنو؟ اذا انت بحثت مثلا في في الساينس مثلا بالميديكال ساينس وكذا بيكون بيجيب لك الحياة اللي انت انترستد لها لانه بيكون في تتبع حاصل لك اصلا في السوشيال ميديا فبنصح دائما تستخدم الهاشتاج الهاشتاج بيوفر لكم في الفيسبوك وتويتر في كل الحياة دي بالذات السي اف بي السي اف بي بلس اكاديمي كونفرنس ده بيوريك الحياه مهمه جدا جدا في حاجه مهمه جداً احنا كسودانيين ما قاعدين نستخدمها اللي هي او المشاركه في البساطه العلميه. يعني مثلا تلقى في مثلا جمعيه تمام؟ مثلا بتاعت اي تربل اي او اي سي ام. دي جمعيات مختصه مثلا آه او ريسيرش جيت عندهم في بعض المرات بيعملوا جروبات في الفيسبوك وكذا او في تويتر تمام؟ انت او اكس سوري تويتر دي سابقا معلش في اكس اول ما تخش عليها انا بنصح اعمل شير او اعمل كومنت للبوستات دي ليه الكلام اللي قلت لكم ده عشان انت تعمل شير للبروفايل بتاعك يكون عندك شير للحياه الاكاديمي انا وقت اجي تقدم لي في الكونفرنس بخش على السوشيال ميديا بتاعتك تمام ببحث عنك وده ببحث عنك لقيتك ناشر عامل شير للحياه الاكاديمي انا بقوم باخد انطباع كويس عنك لكن وقت لقاك ناشر في البروفايل بتاعك حياه ما عندها علاقه بالبحث العلمي فما باخد انطباع عنك زول يعني باحث على طالب علمي او او زور ريسيرشر فانا بنصح دائما تكون عندك تفاعلات في البوستات العلميه تعمل لها شير تعمل كومنت في البوستات وكذا فدي نصيحه انا ملاحظه في معظم السودانيين آه ما بيعملوا نشر للحياه الاكاديميك في البروفايل بتاعهم والحياه دي مهمه جدا جدا في البروفايل بتاعك في الببليك بروفايل بتاعك لازم تعمل حياه اكاديميك عشان بتعكس لك انعكاس طيب جدا جدا في الفيوتشر بتاعك آه لو في سؤال طبعا يا شباب ممكن نزور في عيدنا عادي آه زي ما قلت لكم هي جلسة نقاش آه الناس ممكن قاعدة تتناقش عشان آه ما أفوت حاجات والزول يكون عنده سؤال فيها آه الحاجة اللي بعدها أنا كيف أقدر في مستودعات بتاعت بتكون لامة الكونفرنسات الكونفرنس بشكل عام قاعدة جواها أنا كيف أقدر ألقى آه الكونفرنس اللي أنا دايره الدايركتورز بتاعتي كيف أقدر ألقاها هاي اعمل لها تشيك كيف اقدر يعني كيف في اكثر وحدات هي مشهوره ده على سبيل المثال في انا في نهايه السلايد حقوم اعرض لكم قريب ل 20 او 30 ويب سايت تقدر تدخلوها تمام آه مثلا الكونفرنس الارت الكونفرنس الارت ده فكرته آه حنخش أنا... هنخش على عليه عادي اونلاين حس نفتح عليه نفتحه ونشوف هو شنو وبيشتغل كيف الكونفرنس الارت في أول كونفرنس دوت كوم في 10 تايمز دوت كوم في الايفنت uh... الايفنت دوت كوم في الاي تربل اي دوت اورج سلاش ده برضو ب... في الكونفرنسات الكونفرنس بتاعت الاي الكونفرنس بتاعت الاي ده أكتر من 2000 كونفرنس يعني حاجه كبيره جدا جدا تمام غير الـ الكونفرنس اللي ما انترناشنال الكونفرنس بتاعت الاي على مستوى الدول السودان عنده واحده من الـ الكونفرنس بتاعت الاي قاعده في السودان كمثال في الكونفرنس الارت دوت كوم انت اول ما تدخل الكونفرنس الارت دوت كوم الويب سايت دي بتدخلها بتلقى كل الكونفرنس الان متاح في العالم بتلقاها موجوده لكن انت تقدر تبحث عندك لازم تكون كي وورد اللي كنت لازم تكون عندكم الليست بتاعت الكي وورد عن طريق الليست بتاعت الكي وورد تكتب في السيرش مثلا ارتفيشال انتليجنس او كلايمنت تشينج او كذا 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 تكتب الحاجه اللي انت دايرها بنصح استخدام اللغه الانجليزيه في الـ في الـ الـ, 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 ال الـ ال لانه استخدام اللغه الانجليزيه يا جماعه بيسهل لكم كثير جدا من البحث. اللغه العربيه مهمه لك عشان تفهم يعني انت اي حاجه اعملها ترانسليت. لكن يعني في البحث ابحث باللغه الانجليزيه. بعد تعمل الكلمه بتاعتك في الفلتر للريزلت لازم تحدد الديت بتاعك الزمن بتاع الكونفرنس المناسبين معاك اللوكيشن بتاعك عاوزه مثلا في افريقيا عاوزه في اوروبا عاوزه في اسيا عاوزه كذا لازم تحدد اللوكيشن آه لازم تعمل ريفيو للكونفرنس ديتيلز مثلا زي الكونفرنس التوبيك الطوبيك بتاعت الكونفرنس الديت لاين او اخر مواعيد للارسال البيبر بتاعتك او التقديم بتاع الكونفرنس ديمتين والحاجات دي لازم تعملها اهم حاجه تعمل ساين اب في الالارت بتاعت الكونفرنس الارت عشان يرسل لك نوتيفيكيشن دايما في الايميل بتاعك بيرسل لك المعلومات طوالي يعني اي كونفرنس انت انت رست له بيرسل لك معلومات في كونفرنس في حته فلانيه في كذا 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 عشان تكون متابع للحياه دي اوكي اهم حاجه بعد انا عارف الكونفرنس الكونفرنس من كونفرنس الارت او دوت كوم او وات ايفر اللي جت الكونفرنس انا المفروض اركز فيه ثلاث حاجات اساسيه لازم اكون مركز في التشيك بتاع الديدلاين بتاع الكونفرنس يعني في كونفرنس بيكون انتهى او الديدلاين بتاعه Submission انتهى او كذا فانا لو عندي بيبرز ذاته اللي اقدم هلقاه قفل فالكونفرنس ممكن يكون شهري الشهر الجاي لكن السبمشن او التقديم له يكون قفل الشهر الفات فلازم انا اقدر اركز فيه الحاجة الثانية لو أنا عاوز أعمل سبميشن لازم أقرأ الجايد لاين بتاعت أول موجهات بتاعت السبميشن الناس بيكونوا كاتبين مثلا ال ال الخط نوعه كذا، الستايل كذا، حجم الخط كذا، حاجات بسيطة بسيطة جدا جدا، بالمناسبة إذا ما عملت ممكن البيبر بتاعتك أو الورقة العلمية بتاعتك ترفض قبل ما يعملوا ريفيو أصلا أو قبل ما يراجعوه أصلا. تمام؟ آه زي مثلا دي الحياة الأساسية المفروض تعمل Conference الكونفرنس ديتيلز، الاسم بتاعه، اللوكيشن الديت. الكونف السبمشن ديت لاين لازم تعالي السبمشن عنده ثلاث ديت لاين تمام؟ واحد اسمه الابستراكت ديت لاين. الواحد اسمه البيبر فول بيبر ديت لاين. في ريجستريشن ديت لاين الثلاث دي مهمات جدا جدا دايما الترتيب بتاعهم الابستراكت الفول بيبر الريجستريشن ده الترتيب بتاعهم لازم تعين لهم الثلاثه بيكون التوقيتات التوقيت بتاعهم مختلف لازم تكون في حسابك الثلاثه دي توقيتاتهم آه 200 في حاجه ثانيه يعني لازم تبقى اي كونفرنس لازم تعين الطبق بتاع اي كونفرنس عنده البروسيدر بتاعته بيكون عارض ال... الطبق بتاعت الكونفرنس ده بيتكلم في شنو؟ يعني انت ممكن تكون البيبر بتاعتك في مجال وتعملها سبميشن او ترسيلة في كونفرنس يعني ما عندها دخل بمجالك. لازم تعالى الطبق بتاعتك لازم تحدد التراك اللي انت عاوز تقدم فيه البيبر بتاعتك. من اكثر الحاجات المهمه في الجايد لاين تركز فيها شديد في الفورمات بتاعت البيبر اللي محددينها اللينس الطول بتاع كم صفحه؟ في كونفرنس بيقول لك اربع صفحات، سته صفحات. صفحتين 10 صفحات المهم لازم تقرا تركز في الصفحات الحاجه اللي بعدها في تمبلت أول النموذج بتاع البيبر تعمل له داونلود تكتب عن طريقه او تستخدمه في الكتابه في حاجات انا المفروض تلاحظ لا الريفيو بروسيس اي كونفرنس عنده بروسيس بيعمل لها المراجعه بتاعت البيبرز وفي الاكسبتنس كريتيريا او الشروط بتاعت الاكسبتنس اي كونفرنس بعد مرات بيقول لك الله يحيي انك بالك لازم تكون كذا 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 او ممكن تشوف السنه جيب اللي فاتت هو قبل شنو عشان من السنه فاتت ممكن تقدر تحدد الكونفرنس بتاعك الامكانيه بتاعت انك يقبلوك فيه قدر كيف دي حياتي الاساسيه جدا في السي اف بي تقوم تلاحظ لا سي زي ما قلت لك الكول فور بيبر السي اف بي اوكي انا صراحه آه البوربوين دي انا جهزتها هي قاعدة في البيت صراحة أنا جيت عملت دي آه, القديمة وما فيها كان في التعديلات كلها لكن فيها كل المعلومات لكن بس ما فيها أنيميشن ما فيها أي حاجة لكن الناس بس تحاول قدر إن كان تكون المحتويات تجيكم بشكل واضح آه, أي كونفرنس تعمل له إيفالويت تقيمه هل الكونفرنس ده مناسب معاك ولا مو مناسب معاك لازم أول حاجة تعاين لحاجة اسمها الريبيتيشن بتاعت الكونفرنس أو الإمباكت فاكتور بتاع الكونفرنس لازم تعاين لهم الكونفرنس ده ال عنده ريبيتيشن كويس ولا ما عنده الهيستوري بتاعه كيف جوجل بيجيب لك عند أكتر اسم الكونفرنس الريبيتيشن بتاع الكونفرنس اكس مثلا بتكتبه بيقوم بيوريك التفاصيل بتاعته الهيستوري بتاعته السايتيشن بتاعته الكذا الكذا دي دي بتحدد لك المعايير بتاعت المؤتمر بتاعك اللي انت مقدم عليه الحاجه اللي بعدها الريفيو الكي نوت الناس المتحدثين آه اللي تم دعوتهم للمؤتمر صفاء تفضلي مرحبا مرحبا استاذ احمد ما اعرف آه، 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 اذا صوتي واضح 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 ايوه شكرا آه، انا يعني عندي سؤال لانه شويه كده ده في الحته بتاعت هنا في الحته تحت الكونفرنس وفي الحته بتاعت السبميتد دوكيومنتس اور بيبرز انا يعني مثلا عندي تساؤل آه الحته بتاعت انا عملت مثلا يعني مثلا في الماستر بتاعي عملت زي هنا زي ريتن وعايزه مثلا أه... أه مثلا اخش مثلا مؤتمر او اتكلم عن 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 الطبيق بتاعي مثلا فوقه يعني هنا يعني my اريا لكن ما 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 قادره يعني افهم هل انا ممكن يعني من الماستر سيسس بتاعي ده اقوم اعمل مثلا ا, أ... 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 بيبر ذات اي should ديسكاس ان ذا ان ذا كونفرنس ولا انا يعني بس اكتب ورقه جديده تماما ما ما عندها علاقه في ال... ما عندها علاقه بال بال بال, بال... 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 بتاعي ما أعرف اذا السؤال هو واضح ولا شويه كده معلش <applause> يعني كلامي ما هو... يعني هو بس انا السؤال بتاعي هل ممكن ال, ال... ال... هنا الماستر ينقلب يعني ورقه انا اقدر اناقشها في مؤتمر ولا الورقه دي اصلا طبيعتها من المفروض انه انا اكتب ورقه جديده واتكلم عن حاجات جديده ما ما تكون اتنشرت قبل كده او ما لها بابليكيشن اوكي لا سؤالك واضح شديد وانا حجاوبك اللي هو بطريقه مبسطه شديد وطوال الان صراحه انا واحد من الناس في الماستر بتاعي السيس بتاعتي عملت منها بيبر في كونفرنس تمام فممكن عادي تعملي فيه دير حلو وبالعكس كمان يفضل تعمل لازم تعملي منها تستفيد منها انك عندك نتائج في ال... اول بيبر السيسيس هي ال... بالعربي ال... شنو رساله التخرج تقريبا أول مشروع التخرج أول الرساله بتاعت الاطروحه الاطروحه العلميه بتاعتك بتاعت الماجستير او الدكتوراه لازم تعمل منها بيبرز او جورنال او كونفرنس لازم لازم تستفيد منها هي دي ما ريسيرش او انت حاجه عملتيها فينصح انك ت... تطلع منها بيبر فور كونفرنس الفرق شنو صراحه من الكونفرنس والجورنال في ثلاثه فروقات اساسيه تمام uh, الكونفرنس اول حاجه الطابق بتاعه دائما بيكون هوت يعني الكونفرنس ده لو حصل له بتقوم كل سنه او بيكون كل ست شهور حسب الكونفرنس لكن اغلبيته بيكون كل سنه الكونفرنس دائما بيكون هوت ايشو يعني الحياه اللي بتكون قاعده فيه ممكن القبول بتاعت الكونفرنس اعلى من القبول بتاعت الجورنال تمام Uh, الحاجه الثانيه السيز بتاعتك او اللي كتبتيها انت بالماستر ديجري ده انت اصلا اوريدي عندك ريزلت عملتيه فانت بتحاولي تعملي له بس كاستمايز او تقلليه على قدر الامكان حاجه مهمه بس في بيبر فما اعرف اقول لك لكن بس نصحتك لك اعملي بيبر فور كونفرنس بعد نهايه في نهايه السيشن ده انا بفتح لكم عاد التجارب كيف نقدر نفتش في كونفرنس كيف نقدر نعمل نشوف الشروط على الكونفرنس الحياة ده هفتح لكم ما في البرزنتيشن في الويب سايت عادي في الويب سايت على الكونفرنس هقوم اوريكم الحياة دي عملية وهعرض لكم بيبر كيف تكتب الحياة دي كلها كيف فهنتكلم فيها ان شاء الله بالديتيلز اكتر وحاجة تانية انا لو الناس انترستد ممكن نعمل سيشن تانية عن الكونفرنس الكونفرنس بتاعت السوكتور انجينيرنج والاي اي الذكاء الاصطناعي والبروجرامنج بشكل عام آه، لانه ده الطبق بتاعتي يعني. انا وممكن نشوف لنا ناس تانيين مختصين زي مثلا الدكتور محمد عمر آه، والدكاتره الموجودين دول ممكن يعملوا لنا في المجال الزراعي في المجالات المختصين هم بها فممكن نحاول نتناقش كتير فانا بنصحك تقدم فيها بيبرز وهنتكلم كيف تعمل تحولها بيبر ان شاء الله ممكن في سيشن ثاني آه، اوكي ممكن بس نحاول نرجع لي كيف نقدر الكونفرس اللي قدامي كيف اقدر اعمل له تقييم عشان اقدر احدد الكونفرنس ده هل مناسب معي ولا مو مناسب معي تمام آه، انا في ثلاثة في ثلاث أسئلة سألوني لان الناس في الشات الازل ده انا احاول اجاوبها بعد انتهي من البرزنتيشن عشان تكون فيها دسكشن تمام فانا ما جاوبته هنا لان هي أسئلة عامه فانا بفضل اجاوبها لكم بعد ما تنتهي السيشن دي آه الحاجه اللي اقول لكم التقييم بتاع الكونفرنس بيبقى الاتي اول حاجه الريبيتيشن بتاعت الكونفرنس وكنت تقوم تعمل تعرف الريبيتيشن بتاعت الكونفرنس بتكتب اسم الكونفرنس زائد الريبيتيشن في جوجل بس تقول الله الكونفرنس ده الريبيتيشن بتاعته كده كيف هو بيوريك لها الكي نوت يعني ال, ال تم دعوته عن طريق الكونفرنس لانه لو كي نوت ناس مؤثرين في, الم في, الم في, الم في, الم في المجال بتاعك في الكونفرنس ده قوي الكي ده مهم جدا جدا تعرفيهم منو الكي نوت واي مؤتمر بيكون فرحان بالكي نوت بتاع إنه تمام الكواليتي بتاعت السبيكر بتاعين والبارتيسيبنت دائما الناس اللي بيشاركوا في المؤتمر ده هل من الدول او الجامعات الكبيره ولا الجامعات العامه ولا هو مؤتمر كيف فلازم تكون انت عارف السبيكر بتاع المؤتمر ده. المؤتمر ده عنده علاقه بالريسيرش اريا بتاعتك ولا ما عنده؟ تمام؟ تاني حاجه اللوكيشن بتاعت المؤتمر عشان انت تعرف نفسك التحدي ده انك تقدر تحضر او تقدر تحضره. في مصر في السودان في اثيوبيا في افريقيا عموما لا في اسيا في ساوث كوريا في جابان في تشاينا في كذا لا في اوروبيان كنتريز لايك هنغاريا جيرماني كذا لا في امريكا في كذا لازم تحدد المكان بتاعك لانه اي حته عندها شروط مختلفه تماما تمام الحياه المتطلبه اللوجستيك بتاعت المؤتمر ده كيف الفيزا كيف تحصل الاجراءات احسن من المؤتمر وقت تعمل سبمشن هل في مؤتمرات بيقول لك احنا بنعمل لك اجراءات الفيزا ذات هل هم بيعملوا الاجراءات لا هل انت الاجراءات دي مطلوبه منك تعمل انت براك هل هم بيرسلوا لك دوكيومنت خاصه للي انت دي كلها هم بيكتبوها كيف تقدر تعرف المعلومات دي اخر حاجه طبعا الديت لانك انت لازم في مثلا في دول الشرط بتاع الفيزا بتاعتها دايره مثلا تقديم قبال شهر اذا المؤتمر بتاعك فضل له زي 20 يوم فدي حيكون لك مشكله لازم تكون انت عارف ترسل المؤتمر عادي الرساله تقول لهم الله يا اخي انا الديت بتاعكم ده كذا 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 والفيزا بتاعتي كذا 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 هم بيرسلوا لك بعد خطاب خاص انت تتعلم كيف انك تتخاطب معاهم عشان تقدر تعرف تستفيد منهم الحاجه اللي بعدها هل المؤتمر ده الكوست بتاعته لو انت عايز تمشي التكلفه خاصه كيف؟ هل الكونفرنس ده عنده فندنج بيعمل لك دعم ولا يعمل عنده فرصه بتاعت دعوم ولا لا؟ دي حاجتين لازم تعين لها هل انت هتمشي بحسابك الخاص؟ او حساب الجهه اللي انت فيها الجامعه او الحته اللي انت فيها ولا هتمشي عن طريق فندن من جهه معينه هنتكلم عن فندن كيف تلقاه ذاته المواقع تلقى, تلقى الفندن كيف الحال اللي بعد الريسيرش اورجنايز الكوميونتي بتاعت الكوميتي بتاعت الكوميتي أو السبونسر بتاعنا الكونفرنس اي كونفرنس عنده مثلا الكوميتي هي لجنه بتاعت الكونفرنس دي الاورجنايزنج بتاعته وعنده سبونسر يعني الرعاه بتاعينه كل مجال الرعاة معروفين جوجل وات ايفر مايكروسوفت فيسبوك كذا معناته كبر عالي جديد الرعاة بتاعنا مثلا الشركات الأقل حبة كده فالرعاة دي هم اللي بيكونوا بيوروك الأهمية بتاعت الكونفرنس السيشن التراك بتاعت أي كونفرنس عندك حاجة اسمها سيشن والتراك أو يعني سيشن التراك أو في الاثنين تمام انت لازم تركز في السيشنات والتراك يعني انت لازم تكون في ماتش ليك في المجال بتاعك في التراك اول سيشن انت عاوز تقدم له انه اي اختلاف في الحاجه بتاعتك اللي انت قدمت لها ممكن تؤدي لك الرفض بتاعت الكونفرنس بتاعك طوال مباشره بدون اي مراجعه برفضوك طوالي الحاجه اللي بعدها الببليكيشن الاوبرينتي بتاعت الببليكيشن يعني مثلا هي الاندكس بتاع هي بتنشر وين في اي دات داتا مثلا زي سكوب سكوبس ولا اي تربل اي اكسبلورر ولا ويب اوف ساينس ولا يتم بت... نشر المؤتمر ده وين تمام الامباكت بتاعت المؤتمر ده بروسيديان بتاع الكونفرنس بروسيديان كيف بيحصل تمام البريفيو بتاعت الكونفرنس ده فور بيبر سبميشن كيف بتحصل دي حاجات هم بيكونوا كاتبينها في الكلام انت انت يعني انت وقت الكلام طبعا هتلقى الكلام في الكونفرنس ده عباره عن 20 صفحه 30 صفحه انت ما تجه... ما هتقدر تقرا الكلام كله من اول مره في حاجات اساسيه المفروض تج... يعني تج... تبتشها وتقراها دي المفروض تحفظها اما باقي الحياة دي أقرأها لكن ما ممكن تحفظها يعني بس تكون مرور الكرام زي ما بقول تعين لها بس بتكون عرفتها لكن في حاجات اساسيه المفروض تكون حافظها حفظ عشان تكون انت يعني تكون عارف نفسك هل هيقبلوك ولا ما هيقبلوك تمام اوكي دي اهم حاجه الناس اللي هتزعل منها كتير شديد ال... انا هرسل لكم السلايد دي في الجروب بتاع الباحثين السودانيين ممكن تعمل سكرين شوت لكن انا هرسلها لكم يعني للضمان يعني اعمل سكرين شوت الان المواقع دي بلس انا هرسلها لكم في بحسن السوداني لكن للضمان عمل سكرين شوت اوكي دي شنو الحياة اللي قدامك دي انت كسوداني صراحه الان المؤتمرات او قاعد في السودان وخارج السودان آه صراحه المؤتمرات دي صعبه بالنسبه لنا شديد فاهم حاجه بنقدر نتعامل فيها هي الفندنج او الدعومات او إن الجهات اللي بتدعمنا في الكونفرنس تمام آه صراحه الجهات كثيره شديد تمام انا ما حقدر اكتبها كلها هنا لكن امثله بس اقرب مثال اي كونفرنس تمام عنده حاجه اسمها جراند مثلا ترابل جراند اي سي ام ال ترابل جراند اويرد في كلمتين لازم تكون انت تفتش عليها الجراند اويرد تمام الكلمتين ديل يعني انت عادي تمشي تعمل كنترول اف يعني سيرش كنترول اف تكتيف كنترول اف تكتيف جراند تعمل انتر لقيته ولا او تكتب اويرد انتر تلقاهم الكلمتين ديل الترافل اويرد او الترابي جراند دي معناتها الكونفرنس ده بيديك قروش تمام او بيديك تحفيز او حافز كده شنو عشان تقدر تجيبها الدوله دي او تجي الكونفرنس ده تمام غير انك انت ممكن ترسل لهم في الرسوم بتاعت التسجيل وكذا عشان يعرفوك منها وكذا دي براها مواضيع لكن لازم التو... الكلمتين ديل تحطهم في راسك الجراند والاويرد تمام تبحث عنه آه غير كده في مؤسسات ما عندها دخل بالمؤتمر لكن بتدعمك بشكل منفصل للمؤتمرات مثلا منها في وحدات جبرمنت تبع حكومات في وحدات منها برايفت جراند او مؤسسات خاصه زي مثلا ناشونال ساينس فاونديشن تحت الامريكا في الثاني الاوروبيان اي سي اوروبيان دوت اي يو في اليو كي ريسيرش ان انوفيشن يو كي ار اي دوت اورج دي منظمه ثاني uh, في البرايفت فاونديشن في الجيت فاونديشن ال uh, في الويلكم تراست فاونديشن تمام uh, تاني في الجراند داتا داتا في دي دي بتوفر لك مثلا داتابيز uh, بيز Grant اللي انت بتقدر تحصل عليها مثلا زي الـ دوت الـ الفاونديشن سنتر فاونديشن اعتقد ان فاونديشن لو لاحظتوا الفاونديشن سنتر كلمه واحده دوت اورك foundationcenter.org. سنتر دوت تاني في الجراند جراند فور فور وورد الجراند فور وورد دوت كوم في البوفيت دوت بروجست بروجست دوت كوم ديل الاربع جهات ديل هما هم بس لكن في كتار لكن دي داتابيز بتوفر لك الجراند الداتابيز للجراند المتوفر تمام؟ طبعا في شروط مختلفة للجراند، أي زي بديك قروش ما بديك إلا مجاني، زي بقول لك عمل لنا بعدين شكري، عمل لنا كذا، عمل لنا عملنا عمل لنا كذا، أنا ما أعرف لكن عمل لنا كوز كو سبونسر للبيبر بتاعتك أو كذا، أي جهة للجراند صراحة مختلفة، في لازم تاخذ حاجتين معلومات معلومتين عندك، في جراند بيطلبوا منك قبل ما تقدم البيبر تقدم للجراند في جراند ممكن بعد تقدم البيبر تجيب اكسبتنس تمام؟ اقول لك جيب البيبر بتاعتك. الفرق شنو؟ اللي قبل البيبر ده ما بدي قروش، لكن بقول لك انت قبل ما تقدم البيبر اكتب اسمي. اذا انت قبلوه انا بديك القروش. يعني بيقول لك عليه، اذا ما قبلوه خير بها. في جراند بيقول لك لا انت جيب الاكسبتنس او القبول بتاعت الكونفرنس حتى انا بديك قروش. فلازم الناس تعرف تفرق بيناتهم. في اي تربي اي للنساء IEEE Women in Engineering Travel Grant دي جهة فقط للنساء النساء عندهم زي IEEE.org WIE It is like Women Engineering uh, uh, Like Engineering دي Travel Grant uh, National دي بدعم بتا... للنساء المهندسات أو النساء عموماً في المجالات الهندسية في تاني Science Foundation

دبليو مليون ده تقريبا فاونديشن مليون دوت أور في حاجه ثانيه مهمه جدا الناس تلاحظ لها هي اخر واحده دي اخر واحده دي مختلفه تماما عن الفاندنج بتاعها دي حاجه اسمها كراود فاندنج دي يا جماعه اسمها الشير يعني دي باختصار كده دي الشير انت بتكون عندك حاجه محتاج قروش فيه اي ما دور الكونفرنس لا اي حاجه لا تعمل لك بيبر مثلا والجورنال بتاع قروشها غاليه او تجمع زي ما بيقولوا تبرعات فعندهم في مواقع بتجمع لك تبرعات انت تقوم تكتب الله حجتك يا جماعه انا محتاج قروش كذا 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 وانا محتاج كذا كذا تقوم توري تبريرك للقروش دي انت عاوزها شنو؟ وبتقوم تعمل شيء يعني للمؤسسات بترفع في البلاتفورم دي اسمه كراود فاندنج او الكراود فاندنج ال... ده القروش يعني شنو الشير او جمع تبرعات تمام؟ الجو جو فاند مي فاوند مي جو فاونديشن جو فاوند مي اند كيك ستارتر ديل حتتين معروفات جدا بلاتفورم بتجمع فيهم تبرعات انت مثلا عندك ما ظل الكونفرنس لاي حته انت عاوز تبرع ممكن تخش دول تكتب اللي انت عاوز تبرع شنو الناس اللي بتقرا كلامك اقتنعت به ممكن تتبرع لك بمبالغ بتساعدك تغطي حوجتك فدي من الحتتين المهمة جدا الناس تلاحظ لها السلايد دي مهمه شديده الناس بتعمل لها سكرين شوت وزي ما ذكرت لكم انا هرسل لكم برضو في الـ في الجروب Uh, الحاجة اللي بعدها هنتكلم عن الكونفرنس الفروقات من الكونفرنس تمام مثلا البروفيشنال كونفرنس uh, دي مثلا uh, سوري البرف الشخصال البيرسون البيرسونال كونفرنس البيرسون كونفرنس دي نسيت اتش ار انا الاتش ار عندهم مثلا شرم دوت اورج مثلاً بتاع الشارم عندها كونفرنس بتعمله Uh, أنا ما أعرف شارم I'm not sure about the name شارم بيقول لها ولا uh, هي قاعدة Society for human resource management شارم. I'm not sure but قولوا charm.org uh, في الأمريكان institute uh, برضه عندها uh, conference برضه في العلاقة بالpersonnel uh, conference uh, برضه في لينكات الناس ممكن تبحث عنها في الevent زي ما ذكرت لكم بتاعت ال- meetup والpersonnel society website دي الويب سايت لو لو وقفت اي واحد بيوريك meetup.com اب دوت كوم ايفنت دوت دوت كوم فديل الروابط اللي تبحث عنهم لو انت زول في الهيومن ريسورس او الناس اتش ار الناس الموارد البشريه ممكن يلقوا مؤتمرات هناك عشان يقدروا يقدموا لها المؤتمرات اللي عندها دخل بالاندستري الاندستري دائما الناس اللي عندهم شركات او عندهم كذا ممكن يلقوا شركة يعني عمل برضه كونفرنس لإعرضوا امكانياتهم مثلا زي اول كونفرنس ده موقع بورك كل كونفرنس في العالم ممكن مهتم دائما بالاندستري اريا التين تيمز ده برضه واحد موقع تقدر تبحث عنه دوت كوم ده حتى تبحث عنه برضه بوريك الكونفرنس التريد شو نيوز نتورك دي زي منصه نتورك للاخبار بتاعت التجاره تورق شغل التجارة فهي ده برضو في كونفرنس بتعمله الناس ممكن تخش على الناس اللي عندهم شركات صغيرة أو كذا ممكن يخش يقدموا برضو كونفرنس هناك الكونفرنس طبعا الأكاديمي اللي أنتوا دارينا دي آخر حاجة هتكلم عنها عشان هي طويلة شديد تاني في تكنولوجي كونفرنس دي الحياة دي الناس اللي عندهم علاقه بالكم للحياه الايفنتات الجديده اللي اي عندها علاقه بالتكنولوجي مثلا سوفت سمارت سوفت سوفت وير او حاجه بالشكل ده عندك الكونسيومر الكترونكس شو ده واحد من اكثر الحتات بتعرض الالكترون السوفت وير وات ايفر يعني المنتجات بتاعتك عندها علاقه بالتكنولوجي ممكن تعرضها في الكونفرنس ده ناس جوجل برضه عندهم جوجل اي او ديفلوبر كونفرنس هي دوت جوجل دوت كوم

عندهم ال AACR.org في الأوروبيان سوسيتي فور كارتولوجي اي اس سي ديل عندهم برضه كونفرنس بيعملوها في الميد اسكيب اسكيب كونفرنس في الكونفرنس سيريز في الورد كونجرس uh, ديل برضه بيعملوا كونفرنس في الجانب بتاع الميديكال كونفرنس ممكن الناس تعاين له اكتر ديل مختص مختصه بالميديكال لكن في في كونفرنس ثانيه في علاقة برضو بالميديكال لكن أكتر من كده طبعا ده 4 examples بس environment conference للناس اللي عندهم علاقة بمجالات البيئة United, United nation, nation uh, Climate Change Conference uh, UNFCC.International uh, INT uh, Ecological Society of America uh, ESA ده برضو عندهم uh, meeting سنوي بيعملوا في از كونفرنس طبعا الميتين السنه دي كانه كونفرنس ممكن الناس تشارك فيه بيعكس لك كتير جدا في تايم كلايمنج تشين كونفرنس دي الويب سايتات بعدين الناس ممكن تدخل عليها الـ environmental expert اكسبرت الايرث دي نتورك دي كلها ممكن الناس تقدر تشارك فيها عندنا الكالتشرال اند سوشيال كونفرنس

Social Science Research Network and International Psychological Association دي كلهم ممكن تكون فيها كونفرنس فرص كبيره جدا الناس تبحث عنا المختصه بال بالسوش... السوشيال كلشر دي الثقافه المس... والمجتمع تقريبا فالناس ممكن تدخل عليها ثاني آه, تاني في الـ student الناس الطلبه برضه في كونفرنس مهتمه بالطلبه بس الاندر جرادويت ريسيرش كونفرنس الـ Student Organization Conference برضو ممكن تخش الـ National Conference uh, on Undergraduate Research uh, في الـ Student uh, Research Foundation في الـ Conference Alert for student الـ Conference for student دي كلهم ممكن الناس كـ Student تعلم الـ International uh, Conference uh, دي الـ Conference اللي بيكون دايما الـ Open Conference يعني زي الـ United Nations uh, Nation Conference الـ UN International عندها علاقات بالمشاكل الدولية والحياة الدولية دي بنعاين لها الورد ايكونوميك فور فروم ديل دبليو اي فروم ديل دوت اورج ديل بتعمل فورم uh, للمشاكل الايكونوميك uh, الاقتصادية uh, الحياة الاقتصادية ممكن تعاين لها في Conference كونفرنس ممكن تعاين ااا الكونفرنس سيرفيسز الورد كونفرنس الارت وات ايفر دي بنصح الناس اللي بيهتموا بالمشاكل بالمش... الدوليه او المشاكل الاقتصاديه وكذا ممكن تخش هنا جدا في الكونفرنسز دي نمشي لحياه المهتم انا بعدها تمام انا طبعا عملت الانتروديوس الانتروديوس لكل انواع الكونفرنس لانه انا كنت ممكن يكون في الحضور في ناس مهتمين بانواع مختصه بالكونفرنس مثل الناس الهيومن ريسورس ولا كذا يكونوا يعرفوا برضو الجوان الحياه اللي هقولها دي عند العلاقات الـ الـ اي مجال علمي قاعد فيه يعني ناس الطب ناس الاحياء ناس الهندسه ناس السوشيال انجينيرين السوشيال الكذا كلها قاعده موجوده هنا دي المختصات هي اسم اكاديميك كونفرنس تمام زي الامريكان ادوكيشنال ريسيرش اسوشيشن كونفرنس انترناشونال كوميونيكيشن انا ما حاذكر اسمائهم بس انا اقدر اقول لكم اهم واحد تمام آه الاي دبليو ويب سايت لانه فيه حاجات كتير شديد ما هنتكلم عن الباجين اعمل لهم سكرين شوت تمام آه دي انواع برضه للكونفرنس انا ما ح يعني هي زول ممكن لانه لو جريت الكونفرنس دي هتاخد وقت طويل جدا جدا عشان دي كل انواع الكونفرنس تمام اهم حاجه نس... آه زي ما ذكرت لكم السيرش انجن او كيف تقدر تبحث عن الكونفرنس اكثر ثلاثه ويب سايت اربع ويب سايت انا بنصح الناس تستخدمها google Scholar, ResearchGate, gate conference alert uh, academia.edu اوكي okay. uh, نجي للأهم حاجة نتكلم عنها السؤال المهم جدا جدا أنت كطالب أو كباحث سوداني هل فكرت تقدم الليلة في المجلة مثلا المجلات العلمية في أوبشنات كثير جدا الناس آه ما عارفينها أو ممكن يكونوا ما عارفينها في فرص كبيرة جدا مثلا المجلة بتاعت African journal of engineering and technology دي تبع مؤسسه البحثين السودانيين هي تبعنا نحن تمام مجله عندها سايتيشن قاعده آه، في جوجل س... آه، سكولر قاعده في كل الحاجات دي وفيها آه، فرص كبيره جدا جدا ممكن ت... آه، الناس للناس في السودان بالذات في الظروف الاقتصاديه دي مجله سودانيه تمام لكن على مستوى افريقيا كامله فهي مجله كل شامله كل الانجنييرنج والتكنولوجي انا صراحه بقول بحاول قدر الامكان اقول لكم يا جماعه فرصه كبيره جدا جدا, جداً لازم يكون عندك في جوجل سكولر على الاقل ورقه علميه واحده عشان تقدم للمنح البر السودان او تقدم لاي حاجه فهي كده المجله معترف بها مجله عندها في ساينس اوبن دوت كوم الببلش بتاعتها عندها ببلش نتورك مجله كبيره جدا ما كبيره انها جديده جدا اتعملت 2022 فهي مجله احنا عملناها فالناس اللي صوت يعني ليه قدر الامكان احنا بنحاول آه نكون قاعدين في القوقعه بتاعتنا ماذا ننشر؟ انت اعمل ايه؟ اتحرك اتحرك ما في زول بيجي يحركك انت لازم تكتب اي حاجه تنشرها في فرص كثير جدا امامك لازم تستغلها. الحاجه الثانيه انا في حياة احنا نقول لكم في المستقبل القريب ممكن نحاول نعمل كونفرنس آه وترعاه المجله بتاعت الافريكان جورنال اوف انجينيرنج اند تكنولوجي اجيت اند اولسو يكون في مشاركات كبيره جدا انترناشونال فالناس قدر ان كان تحاول تعمل سبورت للمجتمع بتاعنا الحقيقه اللي انا عاوز ال... الناس تقدر ان كانت تفهم ما في زول حيجي حي يمسك يدك ويسوقك للحته الكويسه لازم انت تسوق نفسك ولازم تحرك نفسك تمام؟ آه... نفتح فرصه للاسئله شو... آه... تفضلوا لو في زول عنده سؤال ممكن يرفع يده ايه احمد عمر دكتور احمد عمر آه شكرا لك شكرا لك حبيبنا آه دكتور احمد داوود وما شاء الله يعني قدمت خلفيه طيبه جدا لكل الشباب ولكل الطامحين انه آه يشاركوا في مؤتمرات وكمان اديت آه ستيب كويس يعني انه الناس آه كيف تبحث عن الفرص المناسبه آه بالطريقه المناسبه وكمان الفرص المتاحه في كل المجالات يمكن خلفيه بسيطه انت ما عرفت نفسك بصورة كامله يمكن الناس بتعرف احمد داود لكن احمد داود كان يعني موجود حضور بيننا في المجر من حوالي اسبوع وهو عكس تجربه حقيقيه للامانه هو كان في مؤتمر دولي في المجر في بودابست في جامعه بي ام اي وعدد من الزملاء حاليا حضور في المؤتمر يعني فكل الكلام هسه حاليا طرحه هو تقريبا يعني خطوات عملها سابقا وحضر الكونفرنس يعني فبالتالي دي 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 جاهزه لكل الناس يعني الناس الطموحه والدايره تجي مثلا اوروبا وتحضر مؤتمرات الفرص متاحه ما في حاجه صعبه وما في حاجه كمان مستحيله طالما انت عندك الرغبه وكمان عندك الخامه اللي انت ممكن تقدم بها كمان لاي مؤتمر. واحده من الاسئله الجميله جدا انا يعني يمكن يكون لفتت انتباهي اللي هي طرحتها خدنا عن انه ممكن تحول الرساله البحثيه بتاعتها لل لمؤتمر الاجابه انت فعلا ناوي جاوبتها لكن انا كشخص يعني كمحمد عمر اذا شفت الرساله بتاعتها مثلا قويه شديد والنتائج والدراسه كانت حديثه وجديده ومور اتراكتيف يعني انا بنصح انه تنشر في ورقه علميه مباشره يعني لانه الورقه العلميه بالنسبه للاكاديميين وبالنسبه لل... لل للناس الشغالين في الحقل البحثي تقريبا الفاليو بتاعها اعلى من ال... من الكونفرنس لكن ده ما بيعني انه ما تقدم في اي كونفرنس، الورقه العلميه ممكن تشارك بها في كونفرنس في سب تايتلز ولا في اي برنامج من ضمن برامج المؤتمرات. شكرا احمد داود على الماده الجميله ولكل الشباب الحاضرين هسه حاليا سواء كان في منصه الفيسبوك او موجودين هنا معنا عبر الزوم انه ما يتغيروا كثير جدا الموضوع عباره عن تلاقح بتاع افكار والموضوع عباره عن سؤال ونقاش والناس تسال وان شاء الله احنا موجودين يعني حسب خلفيتنا البسيطه بنقدر أنا لي لكل الناس على حسب الأسئلة وبرضه في زولان هنا متخصصين يعني حاضرين معانا عبر الزوم ممكن نفتح لهم المجال برضه إنه ممكن يشاركوا خلفياتهم ممكن يشاركوا كمان يعني أي جو... أي حاجة الناس يعني ما قادرة تفهمها بصورة عامة فشكرا لك أحمد داود ونسمع من أول زول وإن شاء الله كمان نتشارك يعني إن شاء الله بإذن الله آه، أوكي في في سؤال هنا جاني آه أنا حأجر الأسئلة تمام، الزول السائل بيتكلم قال السلام عليكم جزاك الله خير وبارك الله فيك، قال بيسال في الإشكالية بتاعت آه كيف يقدر يعرف أنه الورقة العلمية بتاعته بتكتبها تلقى مثلا الحياة بتاعت المونتر شيب أو المونترين والأدبايزر. موقع ما أقدر أرفع فيه وأخذ فيه تقييم يعني داير بيسأل عن موقع يقدر يعمل له تقييم للورقه بتاعته او يقدر يعمل يعني للشغل بتاعه بناء على اي اي آه نقاط بالضبط لا آه يلا في حاجتين في حاجتين في تقييم للورقه بتاعتك في تقييم للكونفرنس الكونفرنس اول بيبر انت عاوز او, أو سوري الكونفرنس اللي انت عاوز تقدم فيه الحاجتين بتفرق تماما التقييم للورقه بتاعتك صراحه هي بتبني للمعايير بتاعت المجال اللي انت قاعد فيه تمام يعني مثلا آه... تمام مثلا انا الليله البيبر بتاعتي آه الهوت التوبيك بتاعي مثلا التوبيك بتاعي ده هالتوبيك توبيك آه قتل بحث يعني مثلا في توبيك مثلا مواضيع قُتلت بحث يعني مثلا في موضوع مثلا آه في الذكاء الاصطناعي في المشين ليرنينج مثلا المشين ليرنينج دي قُتلت بحث يعني الليله هتلقى لو عملت بس بحث ماشين ليرن هتلقى اكتر من 600 الف آه بيبر منشوره في المشين ليرنج فدائما الطابق بتاعك ذاته تختار طابق قديم تمام نسبه القبول بتاعته تقييم تكون اضعف او المنافسه بتاعتك تكون كبيره شديد فما بتفكر تعمل حاجه جديده تمام يعني لازم تكون انت محدد المجال بتاعك لازم يكون في الترين البيبر بتاعتك لازم تكون على الاقل شويه جديده ما تكون قديمه الحاجه الثانيه التقييم صراحه ما في موقع بيعمل تقييم للبيبر بتاعتك آه وما في موقع بيديك تقييم يعني بالبوينت او كذا بس الفكره بتاعت انا بتكلم في لازم يكون في نتورك تقدر تخلقها بالناس اللي عندهم في مجالك مختصين في نتورك تحصل يعني دائما البيبر البحث العلمي ما المفروض تكون انت عايز تعمله كل شيء براك لازم تعرف تعمل نتورك بتاعتك تمام فدي الحياه الثانيه اما بالنسبه للتقييم بتاع الكونفرنس آه زي ما ذكرت في خطوات لازم تتبعها عشان تعرف الكونفرنس ده هل مناسب او لا وفي حاجه ثانيه انا اذكر زي احمد عمر ذكرت احمد عمر آه هي بتتكلم عن آه اليوم انه الان الكونفرنس الان عندها باور زي الجورنال في بعض الكونفرنس بتحسب انها كانها هي عندها باور بتاعت الجورنال لكن اهم شيء الجورنال يا جماعه اذا انت زول طالب باحث علمي آه اذا عاوز تتخصص في الدكتوراه في كذا لازم يكون عندك جورنال الجورنال دي لان البروسيدر بتاعتها معروفه وكذا اما اذا انت عاوز تمشي للاندستريال فيلد المجال الاندستريال فيلد هو شنو المجال العملي الشركات وكذا انا بنصح كونفرنس يعني بتتبني على انت عاوز شنو اذا عاوز تمشي للاندستريال فيلد او اللابيتوري بتاعت الاندستريال فيلد يعني معامل ذات البحثيه بتاعت الاندستريال فيلد أمشي أعمل كونفرنس. أما إذا عاوز تمشي في اريا أمشي في جورنال. فدي دي الفرق بين الجورنال والكونفرنس بشكل عام. آه في ثاني سؤال آه كان بيتكلم معي قال لي آه فكان بيزال أنه أه يسهل هل هل مظفر يتكلم وبعدين آه ندي فرصة أو أجاوب على الأسئلة المكتوبة عندي كتابها هنا. يعني. مظفر ولا ظافر ولا معليش الاسم مختفي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله طيب وبركاته مرحبا بك احمد داوود وشكرا لك كثير على اللايف المفيد صراحه وعلى كل شكرا لكل الشباب البهايند السين يعني المحضرين لللايف ده شكرا لكم كثير انا بس اضيف حاجه انه بذات الجامعات البر السودان المشرفين نفسهم بيكونوا عارفين المؤتمرات المهمه في المجالات البحثيه الطلاب شغالين فيها فبرضه الطلاب ممكن بتواصلهم الكويس مع المشرفين بتاعهم وعلاقتهم الكويسه اللي بيبنوها معاهم انهم يسالوهم من المؤتمرات وانه دائما او اغلب الاحيان بيطلع فضل من المشرف نفسه او من الجامعه نفسها لحضور المؤتمرات وكده فبرضه دي ممكن يعني بتسهل كثير عمليه البحث على المؤتمرات وغيره بالذات انه المشرفين بيكونوا دائما بيهتموا انه طلابهم وهم ذاتهم يطلعوا في مؤتمرات بتكون يعني بتكون جيدة والإيفالويشن بتاعها عالي ف... ف... فبس حبيت أضيف الحالة دي برضو مع الزملاء زملائك في الجروب البحثي غالبا الدراسات العليا بالبحث دي بيكون ضمن جروبات بحثية فالجروب البحثي بتلقى فيه سنايرك وبتلقى معاك زملائك برضو ناس معينين في الجامعة سينيور ريسيرشرز أو جونيور ريسيرشرز أو أو وات ايفر الاسم المسمى الوظيفة حقهم وبرضه ممكن الواحد من خلال النقاش معهم وكذا يعرف مواعيد المؤتمرات ويعرف المؤتمرات المهمة وطريقة الفند يعني إذا المشرف بيطلع فند ولا لا على أساس كذا ممكن الواحد يعمل خطته يعني يا إما يعني يطلع مع الجروب في 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 مؤتمر أو يعني إذا المشرف ما بيوفر الحالة دي ممكن الواحد بعد ذاك يا هو يمشي يتبع الخطوات بتاعت انه يمشي يفتش المؤتمر ويطلع فاند والحاجات دي يعني فبس دي اضافه حبيت اضيفها لكم وجزاكم الله خير وشكرا لكم كثير. يعطيك العافيه طبعا اكيد كل ما تكون قاعد برا السودان الفرصه بتاعتك تلقى الفاندين لانه كل الجامعات البرة بتلقى ان هي بتعمل الفندين اللي لنفسها او هي بتدعم المؤتمر. الازر اللي قال لي تقريبا، لا مظفر سوري مظفر، آه، هي الفكرة بتاعت أنك آه، لازم يكون عندك نتورك يا شباب، لازم يكون عندك ناس في مجالك، طبعا أنا ما بقدر أتكلم عن كل المجالات، أنا مختص في مجال معين، لكن لازم تكون عندك النتورك بتاعتك في المجال بتاعك تقدر تتناقش معاهم عشان تقدر تعرف الكونفرنس المهمة بالنسبة لك شنو؟ عشان تقدر تقدم فيها. الأزرة اللي جاتنا في تمام؟ واحد كان بيتكلم في انه بتجيه ايميلات كثيرة جدا او رسائل في لينكد ان بتتكلم مثلا عن دعوات لكونفرنس بيزعمها الكونفرنس دي انا كيف اتاكد منها انها هي ما فيك ما تكون هاكر او كذا آه صراحه التاكد منها سهل جدا جدا انت قبل ما تدخل على الرابط اي رابط آه تحسبه كتابته غريبه ما عنده يعني ما في كونفرنس آه محترم بنتي مثلا اسم الرابط بتاعه مثلا ما عارف شو لب 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 اكس دبليو ما عارف اسم ما بنقري تمام فانت دائما بتشوف الكم النيم بتاع الرابط ذاته بتحس هل فيك ولا ما فيك دي الحاجه الاولى الحاجه الثانيه اي زور رسل رساله بتاعت كونفرنس عمل كوبي للاسم بتاع الكونفرنس امشي جوجل عمل سيرش عن الكونفرنس ده هل هو كونفرنس ولا ما كونفرنس هل الديت بتاعه زي ما الزور ده سلك او لا انا بعد مرات الكونفرنس برضه كبيرة دي بتشتري خدمة عديل لإعلان يعني بترسل إعلان مو... يعني ما برسلك أنت كشخص مباشرة لا في خدمة عملها لينكد إن أو أي سوشيال ميديا بقوم برسلوا لأي زول قبل كده دخل الموقع بتاع مثلا البحث بتاعهم فالرسالة دي بتجيك أوتوماتيك فما تدخل يعني ما تقول لهم لي أنا فهي بترسل أوتوماتيك فأنت السؤال هنا أه بعد تأكد انه مؤتمر ولا لا، انت عايز تقدم فيه ولا ما عايز تقدم فيه؟ ده السؤال التا... ده المهم هنا. من الم... المؤتمرات. فدي الحياة هنا، اما بالنسبه لي يا ده المؤتمر صراحه أه انا ح... انا عاوز أن الحياة دي الناس قدر الامكان ممكن نتكلم في يعني اكثر أه في الموضوع ده، يعني مثلا أه في ال... في, ال... في المجالات دائما المختلفه انا انا عاوز اعمل ما اعرف باقي الشباب كيف مع الدكتور محمد عمر والبتكاتر المختلفين الموجودين في معظم الدول انا مثلا هتكلم في السيشن الجاي او في الجلسه الجايه هتكلم عن مجالي انا الكونفرس كيف تقدم فيها الفرص بتاعتنا كذا كذا ممكن واحد ثاني يجي في الطب يجي يتكلم واحد ثاني مثلا يجي يعني دائما الناس بتطوعوا عشان يجي يشرحوا ينشروا التجارب بتاعتهم للناس غيرهم لانه التجربه صراحه زي ما نقول المثل بيقول لك سامح الخشم الغنى في خشم فلازم اهل المجال هم اللي يتكلموا احنا عاوزين نفتح فرص المنصه بتاعت الباحثين يا جماعه مفتوحه لاي زول اي زول ممكن يعمل سيشن اي زول ممكن يعمل لايف احنا ما مقفولين علينا احنا بس نجي نقدم المنصه دي حقتكم كلكم المنصه فكرتها الاساسيه خلق منصه بحثيه اي لايف عاوز تستعمله بحثي المنصه مفتوحه عليك ما قاعد نتكلم في اي جوانب غير البحثيه وغير كده الان السودان محتاج لينا احنا نساعد. يا جماعه احنا الان الوضع بتاع السودان صعب جدا محتاجين نساعد اهلنا في السودان محتاجين نشوف الازمه بتاعت الحرب الان في السودان كيف نقدر نحلها؟ لانه لو ما حلينا احنا كباحثين علميين فلازم نحلها لازم نوصل الليله مثلا ما ضروري تحل توقف الحرب لا الليلة ممكن المشكلة بتاعت الصحه المشكلة بتاعت الموية مثلا، يجي إيه ناس مختصين بالموية يجي إيه يحلوها، تمام؟ المشكلة بتاعت الكهرباء مثلا، يجي إيه ناس يوري حلول بتاعت الكهرباء، المشكلة بتاعت الصحة، يجي إيه مثلا أمراض الليلة، الأمراض اللي بتنتشر، ممكن في أمراض تم انتشارها مثلا عن طريق مثلا عدم المعرفة، إيه تكاثر يجي إيه يشرحوا الأمراض مثلا الكوليرا، الملاريا، أو كذا كذا، الوقاية منها الذاتية كيف تحصل؟ تمام فدي كلها فرص الناس تقدر تشرح فيها يعني انت تساعد بلدنا نساعد بلدنا عن طريق الحياة في يدنا يعني احنا في يدنا ما بنقدر نوقف الحرب لكن بنقدر نساعد اهلنا في السودان فالمنصه دي مفتوحه لنا لكم جميعا فالناس تقدر تحاول تتناقش فيها بكل الحلول بتاعتها قال آه... لك فعلا ال ال آه... الكي الكي سبيكر الكي نوت النوت يا جماعه السبيكر بتاع المؤتمر ده بيحدد لك القوه بتاعت المؤتمر أه غير كذا في في سؤال سالته أه ايه انا ما اعرف ايه جاوبتك سؤالك ده صح ولا لا ممكن تكتبي هنا اذا اجابتك انا صح ولا لا او انت سؤالك قصد حاجة ثانيه أه أنا أه انه أه ده بتتكلم عن الـ 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 في نقاط او انت بتتكلم عن الريفيو الريفيو ديل بيقيموا مشروع البيبر بتاعتك كيف ولا انت بتتكلمي عن الورقه بتاع الرساله اللي يقيمها لك قبل ما تقدمها للمؤتمر بس ممكن توضح ليش انا اقدر اجاوبك بشكل ادق هل آه، كل مواقع مظاهرات التي عرضها عرضات تموز يلا في حياة ثانية يا شباب نصيحة ليكم. قدر الإمكان ما تنشروا في حتة موقع فيك لانه ده السي في بتاعكم يعني انت ليه لو نشرت في الج... ال... اسمه دكتور اسمه محمد الـ المجلات الفيك دي اسمه شنو اول المطارات الفيك دي آه... عندها اسم صراحه انا نسيته زي بلاك ليست كده في قائمة السوداء كده في مجلات في مجلات او في كونفرنس هي بلاك ليست تمام ولو لو نشرت فيها صراحه بتكون لك حياه سيئه جدا في السي في بتاعك او في حياتك المستقبليه فقدر الامكان حاول يتاكد من المؤتمر حاول يتاكد تماما من المؤتمر حاول يتاكد تماما من الجورنال اللي يعني. عاوز آه، تنشر فيها احنا برضه ممكن لو في ناس آه، في سيشنات محدده ممكن نتكلم عن كتابه البيبر كيف تكتب البيبر كيف تحول البيبر السيسي بتاعتك من،, من يعني كيف تكتب البيبر تحول الحياه بتاع البحث بتاعك تكتبه في بيبر كيف بتاع الكونفرنس او الجورنال ممكن تكون في آه سيشن عن الحياه دي في قبل كده عملناها برضو استضفناه في سؤال تاني يا شباب قبل ما آه... لو في فرصة ثانية لو في زول عنده سؤال اوكي اعتقد انه ما في سؤال ف دكتور محمد آه... اذا ما في سؤال ممكن تقول كلمة أخيرة وممكن ننهي السيشن على كده عشان الناس تكون تستفيد آه... من الوقت آه شكرا لك مره ثانيه احمد داود يمكن يكون قدمت طرح وافي وجاوبتك على كثير من الاسئله آه برضو الناس يعني ما يعني ما ترمي المنديل يعني ممكن تسال لحد اللحظه يعني ممكن نجاوب يعني باي حال من الاحوال آه يمكن في كميه من الشباب ما بيكونوا عارفين انه اهميه الكونفرنس كيف يمكن الكونفرنس تكون وسيله انه تنقلك من مكان لمكان يعني صراحه خصوصا انه نحن في السودان عندنا مجموعه كبيره جدا من الشباب المميزين عندنا كثير جدا من الابحاث يعني ما شاء الله اطرحت واتنشرت وكمان يعني ما شاء الله تمت دراستها في السودان لكن ما قدرنا نصوغها زي ما قال احمد خلال البرزنتيشن فانا انصح كل الشباب يعني المجتهد انه يقلب ورقه ثاني ويرجع ثاني يشوف البحوث اللي هو عملها ولا عنده بحوث حاليا وينتظر المواسم يعني هسه الكونفرنسات تقريبا مواسم صراحه للامانه مثلا في كل فصل دراسي نهايه كل فصل دراسي بيكون في مجموعه بتاعت مؤتمرات يعني احمد داود زارنا في المجر يمكن بدايه شهر سبعه وشهر سبعه وشهر سته هي نهايه بتاعت مؤتمرات في معظم دول اوروبا فاذا انت عاوز تجي اي كونفرنس مثلا يعني في اوروبا وكده تحاول بقدر الامكان تفتش من بدري في الدوله المعنيه في المجال المعني زي ما هو وضح وتحاول تتواصل بناء على الخلفيه البحثيه بتاعتك وتقدم فاكيد بيكون عندك فرصه طيبه يعني فمثال بسيط يمكن انا شهر ستة واحد من الناس يعني اعوذ بالله من كلمه انا لكن ادي نموذج بسيط احيانا الناس تتفائل شويه والناس كمان تتحمس شهر ستة كان بالنسبه لي مختلف جدا جدا يمكن الناس الاصدقاء في الفيسبوك بيكونوا شايفين البوستينج بتاعي انه انا بعمل كرن ابديت يعني اشيفمنت انا التحقت في شهر واحد باثنين جروب يعني بري بروفيشنالز الجروب الاول دخلته في الروبيا سوسايتي لا دخلته في اليوراف روبيا اجري فورستري سيستمز واحد من اكبر البروفيشنالز بروجرام يعني بيتعمل كل سنتين في دوله فما كنت متخيل نفسي انه انا اخش في في الكوميونتي ده وكمان اقدم في مؤتمر عالمي جدا برش سيلكتيف يعني حوالي 401 شخص من حول العالم واكون بريزنتر وكمان التقي بواحد من الزملاء الشباب هسه حاليا موجودين هنا موصل لواحد من الاستوديو يعني واحد من الزملاء السودانيين المميزين جدا جدا يعني هو حاليا في ايرلندا سالم وقدمنا صراحه نموذج جميل جدا جدا يعني يعكس خلفيتنا الاكاديميه وكمان يعكس هويتنا السودانيه يعني فكنا مميزين جدا وانا انبسطت شديد جدا جدا بالحاجه الحاجه الثانيه برضه تم اختياري في الانترناشونال سوسايتي اوف هورتيكالشر ساينس يعني ده واحد من الويب سايت المفروض كان احمد احنا زراعي احمد كان المفروض تاخد الموقع ده في السلايد بتاعك لكن ما في مشكله ان شاء الله نقوله للناس واحد من اكبر الـ زي ما بيقولوا كده الناس يعني في العلوم الزراعيه وفي ال... في, ال... في الهورتيكالشر ساينس بصوره عامه فكنت محظوظ جدا جدا انه اكون ضمن الكوكبه دي برضه آه نشرت في المؤتمرين ديل الكبيرين ديل زي ما بيقولوا ورقتين واستفدت استفاده كبيره جدا من العضويه معاهم يعني وان شاء الله مستقبلا فعموما آه كلامي ده تحفيزي لكل الشباب يعني الطامحين ولكل الناس الدارين يلقوا فرص الكونفرنس عباره عن وسيله آه بيفتح لك افاق ثانيه وبعيده زي ما احمد آه ذكر في السلايد الاول انه ممكن يبني لك علاقات كبيره جدا ما بتتخيلها ممكن يوديك وينقلك من مكان لمكان وممكن يخطك في المكان اللي انت بتحلم به يعني الكونفرنس هو بدايه بسيطه لحاجه كبيره وعظيمه ان شاء الله باذن الله واضافه ثانيه برضو ما كل الكونفرنسات يعني حكرا على حتات معينه يعني مثلا انت الليله لو جهزت الأبستراك بتاعك بصوره طيبه وضحت فيه الليميتيشن بتاعك والنوفل ستادي كيف وتواصلت بصوره عامه لاي مؤتمر انت داير تقدم فيه والكوميتي بتاع الكونفرنس درس الابستراك بتاعك واداك قبول فما بيعني انه خلاص يعني انه يعني بس عباره عن برنامج بتاع مطور وخلاص وانتهى لا بيكون في تبعات ثانيه احتمال يدوك فند احتمال كمان يقبلوك احتمال يجيبوك واحتمال كمان تلقى دراسات عليا واحتمال تتوظف كمان يعني زي ما قلت النيتوركينج في الكونفرنس برضه حاجه عظيمه وجميله شديد يعني فعموما نحن موجودين في اي لحظه ما لو في اي سؤال لو في اي حاجه ما واضحه وان شاء الله بنجاوب باذن الله باذن الله وتشكر كثير جدا ابو حميد ديك العافيه ان شاء الله لك جزاك الله خير جزاك الله خير ان شاء الله دكتورنا وننهي من هنا اللايف يا شباب ومحمد آه. محمد تفضل أحمد <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، مساء الخير وشكرا لكم كثير على البرزنتيشن الحاصل ده انا كان كنت اتمنى انك تعمل مثال واحد او مثالين لانك هاو تو جيت يعني كونفرنس وهتورينا مثلا الريبتيشن بتاعه كيف انت عرفت الحاجه دي لو في طريقه بس تعمل لنا مثال واحد تعمل سيرشنج للحاجه دي نعم. وشكرا لكم جدا شكرا لكم كثير وشكرا برضه للدكتور اوكي آه, اوكي ماشي. انتم شايفين معي ال... 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 فاتح البراوزر بتاعي تمام

الـ Regional Studies الـ Social Science and uh, Humanities and Engineering and Technology uh, هنا المكان اللي انت دايره مثلا North America whatever تمام؟ ممكن مثال بس انا حضرب بس مثال أه, نشوف أه, مثلا قطر تمام؟ اوكي انت عندك حلين انا كأب... زي ما ذكرت اول ما تدخل الموقع ده اكتب هنا الكيورد اللي انت ذكر المفروض تكون محضره في مجالك اول ما تكتب الكيورد بيكون بيصفي لك الحياه دي كلها على الكيورد بعد تكتب مثلا انا بس عاوز اكتب small keyword AI تمام في الاي AI لو لاحظت بيعمل لي شنو ال جولاي 2024 دي الكونفرنس لو لاحظت أي كونفرنس بيذكر ليه online ان in person, in person, online, in person بيذكر ليه التفاصيل آه في الشهر الجاي في شهر أغسطس مثلا في كذا تمام ممكن أمشي للفيوتشر في مثلا كونفرنس conference on artificial intelligence testing something like this something like this تمام عشان ألقي آه الكونفرنس يلا هنا أنا بس بعرف الكونفرنس تمام مثلا دخلت على الكونفرنس ده أول ما ألقي الكونفرنس ده طبعا ممكن اعمل alert لكن الميزة انا اللي اقول لكم شنو الويب سايت تمام الموقع بتاع الكونفرنس سان جوز كاليفورنيا يونايتد ستيت اوف امريكا الكونفرنس ده في الفترة كذا 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 اسم الكونفرنس كذا تمام تعمل كوبي للموقع او تخش الموقع بتاع الكونفرنس تمام او تكتب اسم الكونفرنس ده بس تعمل كوبي بس كوبي للكونفرنس ده هي نفس الفكره يعني ما ضروري ثواني بس اشيل ودي كده آه هي نفس اللي حتى حتوديك يعني انا بقدر اقول لك ان كل شيء حتجيب لك برضه الرابط تدخل عليه اوكي هي نفس الموقع اللي لاحظتها ما أعتبر كثير الطريقه اللي بتبحث عنها اسم الكونفرنس هي الرابط بتاع الكونفرنس لو لقيته تمام اهم شيء الكونفرنس هو ده ده الكونفرنس السادس بعد اسم الكونفرنس لازم هو النسخه السادسه النسخه السابعه النسخه 28 النسخه كذا تلقى اسم النسخه تمام؟ international conference on artificial intelligence testing ال 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 الكونفرنس ده دائما بيكون تم دا انشاؤه في في امريكا لكن السنه دي النسخه الجايه دي هتقوم في شنغهاي في تشاينا تمام؟ ديل هنا ده الاسوسيتد ايفنت ديل الناس الموبايل كلاود ديل الشركات الداعمه للكونفرنس طبعا كل ما تلقى لك شركات كبيره هتلقى الكونفرنس ده باي ديفولت حيكون كونفرنس كبير تمام الكول فور بيبر لو لاحظت هو انتهى طبعا انه الشهر الجاي كونفرنس لكن هيكون انتهى تمام فدي الحياه اللي انت المفروض تكون عارفها السوسيتي بتاعت الكونفرنس المشاركين في الكونفرنس ده هي السوسيتي بتاعت الـ ال سي اي ما الاختصار اللي شنو هي بنلقاها هنا فوق تمام اهم حاجه في الكونفرنس على تلقاه تمام طبعا الكونفرنس زي انتهى انا المفروض اشوف ليه الكونفرنس لسه ما انتهى عشان اقدر اوريكم التفاصيل لكن نشوف هنا تمام انت في الكونفرنس اول حاجه اهم ايميل تمام الايميلات اللي بتلقاها هنا دي دي مثلا الايميل بتاع الجنرال البروجرام البروجرام ده بتاع الايميل بتاع زي البروجرام انكيريز ده ده هم واحد لانه ده ده بوضع البروجرام ده بعدين اذا اي مشكله مواجهك لازم ترسل له في اول باول تمام عندك اول حاجه الكوميونيتيز بتاعت الكونفرنس دي توريك الناس الكونفرنس ده مشارك الشير بتاع الكونفرنس ومنه وكذا كل ما كانت الكوميونيتي قويه تمام بيشوف اسم الدول اللي هم مشاركين بيها انت عارف الكونفرنس ده انترناشونال ولا لا عشان تعرف يكون انترناشونال ولا لا لازم تكون اقل شيء خمسه دول مشاركه فيه تمام لازم يكون اقل شيء خمسه دول اكثر من خمسه دول معناتها كونفرنس انترناشونال اقل من خمسه دول الكونفرنس ده انترناشونال خمسه دول غير الدوله اللي انت قاعد فيها سوري لازم اوضح لك الحاجه دي مثلا انت قاعد في هنغاريا تمام لازم يكون عندك خمسه دول مشاركه في الكونفرنس ده غير هنغاريا انت قاعد في السودان لازم تكون مشاركه خمسه دول غير السودان تمام ده انا اقول لكم انترناشونال ولا لا لا لازم يكون خمسه دول غير الدول اللي انت فيها تمام الدوله اللي انت فيها ما ضروري يكون جنسيتك منها يعني اللي قاعد انا ما قاعد في السودان يعني وقت احسب الدول ما بحسب السودان السودان لو مشاركه بحسبه على خمسه دول تمام فبنشوف الدول المشاركه من الكوميتي دايما بيكون انه دايما بروفيسورات تمام عندك هنا ده call الكول فور بيبر السي اف اوف اف بي اللي كنت عليه قبل كده السي اف بي دي دي اهم حاجه هنا بتوريك السبمشن الفاينل ال بيبدا 200 السبمشن تمام بينتهي 200 تمام الاوثر نوتيفيكيشن بيجيك 200 الرساله بتاعت القبول او الرفض الفاينل بيبر دي بعد يجيك القبول بيدوك طبعا آه تعديلات الريفيو بيقول لك الله يسمع البيبر بتاعتك قبلناها لكن عدل لنا في الحته الفلانيه وعدل لنا في الحته الفلانيه بعد ما تعدل بتقوم النسخه الاخيره بتاعت البيبر بتاعتك بتقوم تعمل لها شنو؟ الكاميرا ريدي ده اخر سبمشن ليك تمام؟ عن الكونفرنس ريجستريشن يعني عندك الريجستريشن قلت لكم الفاينل آه سبمشن وريجستريشن عندك الفاينل ديت لاين السبمشن ديت لاين تمام في الكونفرنس عندهم اثنين فيرست س... آه... راوند سكند راوند في سم... بيبر آه... حته بناء التوبيك اوف انترست في الكونفرنس ده testing AI application, methodology for testing, uh, quality for modeling uh, of AI, something like this, deep topic. لازم انت الطابق دي البيبر بتاعتك لازم تكون قاعده واحد قاعده في واحد من الطابق دي. يعني هم بيقول لك topic of internet but are not limited uh, في الكمبيوتر ده بيقول لك ده اي حاجه عندها علاقه بالذكاء الاصطناعي تمام والسوفت وير تيستين احنا بنقبل لك حتى لو ما كان قاعد في الحته دي تمام فعندك تاني بتمشي هنا في الداونلود تيجي تعمل لل... آه... هنا ده بيكون آه... نفس التفاصيل لكن بس بيكون هنا آه... عندنا تاني البروجرام طبعا البروجرام ده في... ما بيكون منشور البروجرام ده بتنشر بعد ما البيبر يكبروه لكن ده بالبروجرام ال... بتاع الكونفرنس، لكن ما هيكون منشور آه... انتو بتمشي تفتح الكونفرنس، تمام البيبر سبميشن ال... important date... uh... dates دي ال... نفس التواريخ الموجودة هناك تمام آه, ال acceptance paper ال accepted paper آه, دي الشروط بتاعت البيبر الفول full paper لازم تكون آه... لا سوري، دي البيبر اللي تم قبولها ال workshop الهوتيل انتربل الكونفرنس ده ما فيه جراند ما بدي الجراند بتاعت السفر تمام هنا بتلقى لو في جراند بيديك منحه بتاع السفر ولا كده تلقاها موجوده هنا تمام آه طبعا ده كونفرنس ما قوي ده كونفرنس يعني ممكن يكون آه انترناشونال لكن ما انترناشونال عنده ممكن كم تصنيف له في آه انترناشونال توب 1 توب 5 آه التوب انترناشونال ولا ما توب ده كونفرنس لكن ما توب انترن... انترناشونال لكن عنده ااا آه... بيزي فيرمنك كونغرس كده

عندك الريجستريشن آه. 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 دي معلومات عن الكونفرنس هتلقاها وين في شنغهاي هتركب الصبوي الطريق بتاعك يعني ما في دعم في الكونفرنس ده تمام هنا بس اوريك التفاصيل بتاعت التفاصيل عشان تمشي المدينه الحته الفلانيه بالماب بتاعت جوجل ماب الكونفرس في الحته الفلانيه دي ضد آه التفاصيل بتاعت هتركب مواصلات من وين هتنزل وين وكذا اه كده طيب نرجع للاسئله ثانيه آه. احمد لانه في سؤالين هنا مهمات جدا لا ايوه طوالها ممكن ايوه اي آه آه. لانه في واحدة من الأسئلة مكتوب من تي يو سي أوكي أيوه البيبر أوكي تفضل ممكن الموقع الرئيسي للبحث عن المؤتمر أوكي أنا حرسل البي دي إف ال... سوري ال... الباوربوينت ده لكم فيه كل المواقع زائد أي مجال عنده موقع مختلف منه لكن أحرسل لكم كل التفاصيل دي عندكم الآن هرسل لكم أثناء اليوم يعني حسب أشياء هرسل لكم في الباحثين السودانيين آه هعمل لكم أخدت لكم في الفيتشر فوق أثبت لكم فوق في ال... هناك الـ بيبر paper submit... تعمل submit البيبر أي عنده آه دائما أي conference بيكون عنده آه موقع بيعمل فيه مثلا في مايكروسوفت أكاديمي عندهم موقع بتاع submission عندك easy Chair بتعمل login تمام بعدين تعمل سبمشن طبعا سبمشن هو قفل يعني صراحه آه معليش للاسف ما حد في برضه هنا بتجي تعمل سبمشن والحاجات دي حسيت طبعا الرولز بتاعت عشان تشوف الحاجه دي لازم تكون آه ما بقدر اشوف الا اكون الشير بتاع ال... الكونفرنس ده حتى تقدر ادخل بعد ده القفل الوقت تمام فدي طيب دي الحاجه اللي... نرجع نرجع للاسئله لانه الزمن ماشي زي ما يقولوا الناس ايوه تفضل تفضل عفوا للمقاطعه في سؤال والله فوق جدا مهم جدا يعني كميه من الناس يمكن يكون سالوه دي دعوه برضه ان شاء الله حيكون في محاضره عن في لغة ان شاء الله برزنتيشن عن كيفيه نشر الاوراق العلميه بصوره كامله من الالف للياء السؤال بتاعت يوسف قالت انا عايز اعرف مثلا بالنسبه للورقه اللي اتقبلت وما اتنشرت في مجله داخليه مثلا جامعه السودان جامعة السودان عندها واحدة من أبيض المجلات صراحة للامانة في, في السودان يعني آه في كمية من الابحاث اتنشرت وما شاء الله يعني عامل رانكينج كويس جدا جدا يعني ما شاء الله يعني آه انا بنصح بحاجة واحدة لانه انا حصل لي برضه نفس الكلام كان عندي ورقة قاعدة سنة في مجلة جامعة الملك سعود آه كان هي كيو 1 والتفاصيل زي دي لكن اخذت اندر ريفيو لفترة سنة فهسه حاليا الاجابة بتكون كالاتي لو الورقة هي قبلت بصوره صحيحه الفاينل ديزيشن ما جات انه ببلش اون لاين يعني بقت اون موجوده في السيستم فممكن تتواصلي عاده مع الايديتور اللي هو بيديك الخلفيه الكامله ولا تتواصلي اذا ما كنت انت المنشر ولا كنت عباره عن واحد من الاوثرز لازم تتواصلي مع الشخص اللي رفع الورقه في السيستم ويشوف ال ال ذا نكست ستيب يعني انه الفاينل ديزيشن to publish اون لاين اور نوت يعني إذا ما كل الكلام ده حاصل من الممكن انه تعيد صياغته وتنشرها في ورقة ثانية لأنه الفاينل ديزيشنز في الغالب بيكون ريجكشن يعني ما بيكون اوريدي اكسبتد. سيميلر للسؤال ده في سؤال أخير قال شامة قالت انه هل النشر بآخر بالزمن؟ يعني مثلا أنا عندي ورقة ورقة بحث لها أربع سنين يعني ممكن أنشرها أكيد يعني ممكن تنشر الـ 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 أي بحث ممكن تنشره عندك لكن الباحثين عندهم يعني زي ما بيقولوا الناس عباره عن تكنيك مستخدموه لازم تستخدم الابحاث الحديثه حاليا يعني مثلا انت عندك دراسه سابقه وعندك نتائج واستخلصت الكلام ده كله لكن ممكن ترفض النتائج الحديثه الحديثه حاليا اي فعلا انه في الميثودولوجي بتاع الريسيرش بتاعك انك بتوضح ان الدراسه دي كانت في الفتره كده للفتره كده والحته الفلانيه كده كده لكن ده ما بيأثر بصوره مجمله على على الورقه انها تتنشر في اي وقت ما يعني لأن الدراسه موجوده ولانه النتائج موجوده والاستخلاص موجود آه اللي اكثر انه يكون في دراسات حديثه يعني طالما انه في نوبل استدي آه في الورقه هذه آه مهمات جدا لانه خفنا نضيعنا او عمل ايوه ف بالنسبه للحاجه اللي ذكرتها دكتور محمد هي نفس الحاجه الاساسيه زي اللي بالذات انا حجاوب على شامة صراحة بصراحه امور البحث عمره ما حيموت حتى لو الزمن على مرة بس لازم يتجدد يعني لازم تجدديه بالحياة اللي حصلت في التطور الحاصل في الزمن ده نفس الطبق لكن بس بتجددي فيه الريفرنس بتجددي فيه الحياة الجديدة حصلت وتوري انه الكونتربيوشن بتاعك اول انت مش شنو في الطبق بتاعك ده جديد العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه ايوه في مؤتمرات كثير جدا عندها علاقه بال... العلوم السياسية والعلاقات الدولية أنا حتى ذكرت منها أمثلة لو لاحظت البرزنتيشن بتاعي كان ذكرت منها أمثلة كيف تقدر تلقى المؤتمر بيهتب... حسب التخصص بتاعك أه صراحة أي أي مجال فيه مش... فيه تكون فرص مختصة بهم فحتلقوا تكون فرص في أي حتة فدي حاجة يعني الآن الحمد لله بقت متوفرة ف ف هتلقى كونفرنس عندك في المجال بتاعك ده بالنسبه لي آه ها اي انا ما قادر اقرا اسمك ها آه اي آه سوري ما قدرت انطق اسمي آه بس المهم أنا عاوز اذكره ب... اذكر آه لكم آه الموضوع ده ما حينتهي احنا إيه. آه نقاشنا ده حيكون آه الحاجه الذكاء دي دي ما حاجه لكل الناس بعد ده ممكن نمشي حياة مختصة بكل المجالات المختلفة لكن إحنا نقدر نعمل بحث أو نعمل سيشنات مختصة بالناس الناس بتمنى ترسل لنا هي عاوزة جنو في في البوست بتاع الفيسبوك تكتب هي عاوزة جنو عشان نقدر نجاوب لكم إحنا إن شاء الله أكثر وإحنا ننهي اللايف ونقول للناس اللي في الفيسبوك شكرا لكم وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسهل نكون بداية لفرص كثيرة جدا والناس تقدر الإمكان تسعى تساعد اهلنا في السودان وتساعد نفسنا ان شاء الله جميعا ورب سبحانه وتعالى يكون في عوننا وفي ان شاء الله توفيقنا يا رب سبحانه وتعالى الذي لا ينساه ولا ينساكم اتمنى ان تدعوا الى اهلنا في السودان بانه يفرج عننا ان شاء الله يا رب